اهلا بيكو. دلوقتي هنشوف في الفيديو بتاعنا ده ازاي ممكن نستخدم بعض امكانيات بنترست علشان نستخدمه كسكراب بوك. خلي بالك فكرة السكراب بوك دي اول فكرة بنتكلم عنها في الجزء اللي بنتكلم فيه على الكيوريشن، ازاي بنلم ماتيريال عشان نستخدمها في الكورس بتاعنا او في المحاضرة بتاعتنا. فتعال نبص على بنترست. انا هنا فاتح الصفحة بنترست بتاعتنا وبتبص فيها، ادي عندك مجموعة من البوردز وبينز وبعدين شوية حاجات في الكوميونيتي والاكتيفيتي. دي بقى السوشيال سايد اوف بنترست. انا يهمني دلوقتي اركز على الجزء بتاع البوردز والبينز. فكرة البورد ببساطة هو ان انت عندك زي صبورة او حاجة محطوطة على الحيط، وكل ما بتعجبك حاجة بتقوم لازقها عليها بمغناطيس بدبوس بورقة سوليتيب. المهم ان انت بتحط عليها بتلم عليها، وخلي بالك من التعبير ده، ان ممكن تبقى عملية لم مش اكتر، مش عملية انتقاء، وانما كل حاجة بتلاقيها شكلها ها يمشي تقوم حاططها في مرحلة من المراحل يعني، وتبتدي تخلق بورد لكل موضوع انت مهتم بيه. فهنا مثلا تلاقي بعض الموضوعات اللي احنا اللي انا مهتم بيها: technology in classroom, teaching computational thinking, digital content curation and creation. على فكرة البورد دي انا عملها sharing مع الكورس، فهتلاقيها موجودة في الكورس ماتيريال بتاعنا. فتعال نخش على واحدة تانية، زي مثلا teaching computational thinking. هنا انا فاتح بورد، البورد دي حطيت عليها مجموعة من البنز عن طريق ان انا وانا ماشي بدور زي ما قلنا بنعمل brainstorming، عجبتني حاجة قمت عمل لها pinning. البيلينج ده تم ازاي؟ اولا وانا ماشي عندي هنا زرار اهو سيف، اوكي. هنشوف دلوقتي، تعالى مثلا انا هسيرش على حاجه، ليتس ساي مثلا بابليك هيلث، اوكي. انا عملت سيرشنج على بابليك هيلث، طلع لي ارتكل من ويكيبيديا، طلع لي شويه صور، طلع لي شويه حاجات تانية ليها علاقه بالبابليك هيلث. ساي انا اول حاجه هخش عليها اشوف ايه البابليك هيلث ده من خلال ويكيبيديا مثلا. فادي ارتكل بصيت عليها بسرعه، لسه ما قريتهاش، ما اعرفش تفاصيلها، عجبتني قلت طيب ابقى اقراها بعدين واكمل عمليه البرين ستورمنج. اقراها بعدين يبقى اعمل ايه؟ اقول له سيف. هنا هو بين الزرار بتاع بنترست. اول ما قلت له انا سيف على بنترست هيظهر لي دلوقتي احطها فين. فقال لي ادي الارتكل. ايوه طيب هتحطها فين بقى يا سيدي؟ انا عايز احطها في اي انهي صوره هتعملها سيفنج بالبابليك هيلث. انا هاخد الصوره دي، مش عارف انهي صوره الحقيقه. اوكي هتحطها في انهي بورد؟ اوكي هتلاقي انت عندك مجموعه من البوردز، انا مخلقين مجموعه من البوردز عندنا. سي هنا مفيش حاجه ليها علاقه بالبابليك هيلث، فاقوم عامل creating new board واسميها public health. اوكي وبعدين اقول له اوكي ادي create، وحط لي بقى البين ده في public health. ممكن اقول له see now يوديني تاني على بنترست، او كنت اقول له close وخلاص كده انا عملت save. فدلوقتي بقى عندي ادي البين موجود في البورد اللي انا خلقتها اللي اسمها public health، واقدر ارجع له بعدين. تعالوا بقى نرجع مع بعض للبورد اللي كانت موجودة عندنا. طيب انا بعد ما لميت بقى مجموعة حاجات كده سواء من articles videos صور اي مكان عايز اشوفها، بخش على اي واحدة فيهم. ادي مثلا هنا using technology في البورد اللي كنا بنتكلم عليها، ادي النقطة دي. طيب ده انا عايز اقراها دلوقتي او عايز اعمل لها sharing. لو عايز اقراها اقول له كليك، هيقوم فتحها لي واروح بقى ايه
اعمل لها قرايه مستفيضه اقراها اشوف فعلا دي هتفيدني في المحاضره بتاعتي ولا مش هتفيدني في المحاضره بتاعتي، علشان اذا كانت هتفيدني اشوف اخد منها ازاي بالوسائل اللي بنتعلمها في يوزنج الاونلاين ماتيريال. المهم ان انا الخلاصه بتاعت الكلام ده ان بنترست جميل من ناحية ان هو بيساعدني على ان انا الم الافكار اللي بعملها في مرحلة البرينستورمينج اللي اتكلمنا عليها، المرحلة اللي هي اول ما بتجيلك الفكرة وعايز تدور على ماتيريال علشان تلمها حوالين الفكرة دي وتبتدي تشوف ازاي تعد بيها محاضرة او تعد بيها كورس جديد. الخلاصة احنا دلوقتي المفروض عرفنا نعمل بقى السكراب بوك، تعال نروح نشوف ازاي او نجيب منين الماتيريال المختلفة اللي هنستخدمها في الكرييشن بتاع او بالاصح في الكيوريشن دلوقتي بتاع المحاضرة او الكورس اللي احنا عاوزينه. هنتكلم ده بقى في ازاي نجيب الفيديوز او نستخدمها ازاي، الفيديوز الارتكلز الصور وما الى ذلك من الريسورسز اللي عندنا. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.